تاخد المباراة الأولى اللي جمعت بين سموحة وبلدية المحلة وانتهت بفوز كبير جدا لفريق نادي سموحة ب4 أهداف نظيفة. الهدف الأول عمرو قلاوة، وده لعيب من اللعيبة اللي عاجبني جدا، في الدقيقة 33. ثم برضو نفس الكرة الثابتة ونفس الخطأ في التمركز للدفاع، ينجح جاستس آرثر في إدراك الهدف الثاني في الدقيقة 43 من أحداث اللقاء. مع بداية الشوط الثاني أجهز تماما فريق سموحة على اللقاء عن طريق حسام حسن بسجل الهدف الثالث، وأخيرا جونيور أجايي العائد بقوة للتألق والنجاح من قطع الكرة، محاولة البناء من تحت، لكن بص الكرة اتعملت حلو قوي واتبسط حلو قوي جونيور. لا لسه برضه لسه لعيب جميل وبيسجل هدفه الثاني بعد العودة، ثلاث نقاط ثمينة وانتصار غالي جدا لفريق سموحة. المصري مع فريق نادي فاركو، البداية كانت بضربة جزاء صحيحة بنسبة 100%، سجل منها ميدو جابر الهدف الأول ليتقدم المصري مبكرا بعد 5 دقائق، ثم يعود النادي المصري بإدراك طبعا هنا خطأ، ده خطأ قدري لمدافع نادي فاركو شامي. الاستلام حلو قوي والتمرير والتسديد ثم العودة مرة أخرى ثم ميدو جابر التمريرة، مفيش أجمل من كده، ومحمد الشامي بيسجل الهدف الثاني لفريق النادي المصري في الدقيقة 54. أضاع عمرو جمال ضربة جزاء بغرابة شديدة جدا وبالخطأ في مرمى عمرو موسى، برضو دي قدرية تماما، بيسجل هدف تضييق الفارق في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع، وبتنتهي المباراة بفوز غالي جدا للنادي المصري بهدفين مقابل هدف واحد. دي ضربة الجزاء وأطاح بها عمرو بشكل غريب جدا 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 خارج الاستاد كله يعني، لكنه بتحصل كده. المصري ارتفع رصيده الى 31 نقطة في المركز الثاني في مسابقة الدوري العام، بيراميدز في المركز الاول ب 32، زد بعد فوزه امس 30 نقطة في المركز الثالث، انبي في المركز الرابع 29 نقطة، الاتحاد الخامس ب 29 نقطة، والجونة السادس ب 25 نقطة. دي كل مباريات الكورة النهارده.